لكل جديد وحثري في عالم الزفات. الآن كان يا ما كان قصة لطلب الزفة حيرت كل العقول الاتصال على الرقم عن حديقة ضمت أنواع الزهور، ريحها طيب وعطور من حلاها أصبحت مضرب مثل، ولا لها لا شبيه ولا مثل، فيها للعاشق وطن وفي وسطها ألف العالم لحن، وللشعر كانت إيه إلهام وشجن، لين فجأة اختفت ريح العطور واذبلت كل الزهور ورحلت كل الطيور، وقام كل الناس تسأل يا ترى إيش السبب، وجاوبتهم وردة حمراء تحتضر قالت إن الشرط لجلنا نعيش، ما تجينا أي وحدة زينها يغلب حلاها، وكان هذا السر في قوة بقاها. لكن اللي صار جتنا بشاير وكانت أحلى بنت في أي زمان، ومن حسنها ضاقت حدود المكان، في ملامحها سحر فيها دلع فيها أمان. بس يا ترى كيف شكل البنت هذه؟ من هي اللي حيرت كل الأنام؟ والحين يا سادة يا كرام شوفوا فتنة الرحمن برضة من تكون بشاير بشاير بشاير
الفلوس.